أخصائية التغذية العلاجية رضوى نبيل حضرت مع اللعيبة عشان تتأكد إن خطة النظام الغذائي مش هتتأثر باليوم اللي هياكلوا فيه براحتهم. عايزاكي بقى انتي تقولي لنا اكتر عن اكله زي دي وفوائد السمك اللي طول الوقت بنسمع عنه بالنسبه للعموم لاي بني ادم، ما بالك بقى بالرياضيين. بصي، هو السمك فيه احماض امينيه جسمي ما بيعرفش ايه يصنعها. اوكي، فمهم جدا ان الرياضي ياخد من الاحماض الامينيه. الدكتور رحبت بفكره السمك لانها فعلا اكل صحي، حاجه واحده بس وقفت عندها. شيف شامي طبعا حط التاتش بتاعه وحط لي توم. حته التوم دي انا مش هقدر احطها في اي يوم غير النهارده. اكله السمك كانت جميله، جمالها ان الشيف محمد الشامي بمهارته خلانا ناكل الاكل الصحي ونستطعمه، كمان حطينا كل العناصر اللي انا محتاجاها للرياضي. ومهم جدا ان الرياضي يبقى عارف النشويات هتبقى جزء اصيل من كل الوجبات بتاعته سواء فطار غدا وعشاء. كنت عايز اسال حضرتك على حاجه بقى، معلش، هل حتى اليوم الفري لازم برضو هاكل ايه ومش هاكل ايه؟ وبعدين انا سامعة مؤخرا ان هو مش يوم فري، ان هي وجبة فري. اصلا؟ ايوه بيقولوا كده. وجبة؟ هي وجبة. شوحة شكله اتصدم لما عرف انها وجبة فري مش يوم فري من اوله لاخره. معلش يا شيف، احنا كمان اتفاجئنا. احنا انبسطنا قوي بوجودك كشيف محمد الشامي. مش محتاجين نقول اللعيبة اتبسطوا قد ايه من وجبة السمك، وده باين عليهم من غير كلام. احب اقول للاولاد اللي هم عاملين حاجه كويسه جدا، ربنا يكرمهم وربنا معاهم ان شاء الله باذن الله. واهم حاجه ياخدوا بالهم بقى من اكلهم، فاليوم الفري بس كفايه عندنا، وبقيه الاسبوع نمشي مظبوط وربنا يوفق الجميع ان شاء الله.